بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلسنا 12 من مجالس شرح متن الآج الرومية، وهو المجلس الأخير بعون الله وتوفيقه. نتم ما بدأناه في شرح هذا المتن المبارك، ودرسنا اليوم درس مؤجل ودرس مؤخر. الدرس المؤجل كان هو النكرة والمعرفة، أو المعرفة والنكرة. درسنا المعرفة والنكرة، هذا الدرس من الدروس التي تتعلق بالكلمة ولا تتعلق بالكلام. المعرفة والنكرة تتعلق بالكلمة في ذاتها ولا تتعلق بالكلام، وحتى يتضح المعنى، أي معنى المعرفة والنكرة، نقول أن المعرفة تعرف بالحد والعد، تعرف بالحد والعد، يعني بتعريفها وبعدها. فتعريف المعرفة نقول هو الاسم الذي يشير إلى شيء معين بذاته. فنميز هذه الذات عن غيرها، الاسم الذي يشير إلى شيء معين بذاته عن غيره، يميز هذه الذات عن غيره، أي عن غير الاسم، أو لو قلنا عن غيرها ستعود على الذات. طيب، هذا من حيث التعريف. المعرفة شيء محدد، شيء مميز يعرف بذاته، يمكن أن يميز من غيره. إذن في المقابل النكرة خلاف المعرفة، فماذا تكون؟ شيء لا يميز بذاته، إنما هو أمر شائع. إذن المعرفة لما نقول هذا الاسم أو هذه الكلمة معرفة، إذن نستطيع أن نميزها تمييزا يفصلها عن غيرها. فلما أقول مثلا زيد، هذا اسم معرفة يميز زيد هذا عن عمرو، ويميزه عن فاطمة، ويميزه عن غيره. إذن زيد نقول هو معرفة لأنه محدد معرف، هذا من حيث التعريف. أما من حيث العد فالمعرفة محصورة والنكرة خلاف المعرفة، ولذلك أيهما أيسر؟ المعرفة، أن تعد المعرفة أو أن تحصي المعرفة، هذا أيسر لك. فالمعارف محصورة، فنقول المعارف كذا ونكرة. طيب، ما هي المعارف؟ نقول الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى معرفة. آخر عليها
تعرف بالحد. إذا قلنا المعرفة اسم يشير إلى شيء معين، إذن النكرة ما هي؟ اسم يشير إلى شيء غير معين. طيب هذا بالنسبة للحد. طيب والضد؟ نقول النكرة ضد المعرفة، فما ليس بمعرفة فهو نكرة. ولذا لما كانت المعارف يسهل عدها حصرناها وقلنا ما سواها نكرات، فقلنا هذه هي المعارف وما سواها النكرة، لأن النكرة أوسع. والداخل عليها أو ما يدخل على النكرة، ما الذي يدخل على النكرة؟ الألف واللام أو ربا. فالاسم الذي يقبل الألف واللام أو يقبل ربا فهو في الأصل نكرة قبل الدخول، قبل دخول ال. فلو قلت كتاب، الكتاب، إذن كتاب نكرة، الكتاب صار معرفة. قلم نكرة، القلم صار معرفة. مسجد، المسجد صار معرفة. وكذلك كلمة رب لا تدخل إلا على النكرات. تعرف القول المشهور الذي يقول رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ، إذن هي أخ معرفة أم نكرة؟ تقول هي ليست بضمير ولا علم ولا هي باسم الإشارة وللاسم الموصول ولا معرف. أعرف بالداخل عليها أنها تقبل ال أو رب. ومن هنا يكون الأمر الثاني هو أن نأخذ هذه المعارف لنتعرف عليها، وعندها يكون عندك محصلة للمعارف، فما يأتي سواها يكون من النكرات. ها؟ الضمائر، الضمائر أول المعارف. طيب من الملاحظ دائما عند الطلاب أنه عنده إشكال في مسألة الضمائر، يعني يقول هناك ضمير متكلم ومخاطب وغائب، وهناك للمفرد وللمثنى والجمع، وهناك متصل ومنفصل ورفع وضمير نصب وضمير جر. إشكال كبير، صحيح؟ هذا الإشكال يفك بما سأقوله لك، أنك إذا ما قسمت الضمائر تقسم الضمائر على ثلاثة اعتبارات. يعني نقسم الضمائر بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول نقسمها من حيث الدلالة، يعني تقسيم، التقسيم الدلالي، ثم تقسيم لفظي، ثم تقسيم وظيفي. هذا الكلام مهم، لأنه بإن شاء الله تنحل عندك مشكلة الضمائر تماما. الدلالي منه دلالة شخص، دلالة نوع، دلالة عدد. ايش دلالة شخص؟ الضمير يدل على شخص معين، هذا الشخص واحد من ثلاثة، اما متكلم، صحيح؟ يبقى دلالة الشخص اما متكلم او مخاطب او غائب. دلالة النوع، اما الضمير لمذكر او مؤنث. الضمير من حيث العدد، إما يدل على مفرد أو مثنى أو جمع، هذا من حيث الدلالة. إذن في أي كلام يأتي معك فيه ضمير وتحتاج إلى تفصيل في هذا الضمير،
ترجع الضمير أولا إلى الناحية الدلالية. هذا الضمير يتكلم عن شخص أو نوع أو عدد، يتكلم عن شخص متكلم أو مخاطب، طيب ثم نوع. يعني مثلا تقول أنت، أنت هذا متكلم ولا مخاطب ولا غائب؟ أنت مخاطب. طيب ثم تقول هذا الضمير الذي هو أنت من حيث النوع لمذكر ولا لمؤنث؟ لمذكر. طيب من حيث العدد؟ مفرد. إذن لما نقول أنت تحدد عندنا من هذه الدلالة واحدة من كل إيه؟ من كل فرع. فتقول أنت هذا ضمير مخاطب ثم مذكر ثم مفرد. سهل؟ إذن كل الضمائر على هذا الحال. أي ضمير؟ أقول لك مثلا أنتم، ها؟ ضمير إيش؟ ها؟ أولا مفرد متكلم مخاطب غائب، أنتم مخاطب، نعم. ثم مذكر ولا مؤنث؟ طيب ها؟ مفرد مثنى جمع؟ جميل. عرفت هذا؟ إذا من حيث الوظيفة الدلالية تقسمه لشخص ونوع وعدد. فإذا جاء الضمير تحدد هذه الثلاثة في الذهن عندها، تعرف كيف تستعمل هذا الضمير. طيب من حيث اللفظ تقسمه إلى ضمير بارز وضمير مستتر. بارز يعني ظاهر، من برز الشيء يعني ظهر، يعني موجود في الكلام في اللفظ. أما المستتر فهو موجود في الكلام لكن لا ينطق لفظا، مخفي. تقول اضرب، والمقصود اضرب أنت، وأنت لا تقول اضرب أنت وإنما تقول اضرب، صحيح؟ لكن لما أقول أنا مسلم والحمد لله، إذن أنا ضمير إيش؟ ضمير إيش؟ بارز، وهو ضمير متكلم، ها؟ ومذكر ومفرد وبارز. إذن البارز هذا منه متصل ومنفصل، والمستتر منه مستتر وجوبا ومستتر جوازا. لما نقول اضرب الغلامة، هل تقول اضرب أنت الغلامة؟ تقول اضرب الغلام. هذا الضمير مستتر، مستتر وجوبا مع فعل الأمر، وجوبا. لكن لو قلت يضرب الولد هو مستتر جوازا، يجوز أن يستتر ويجوز أن لا يستتر. واضح؟ إذا منه وجوبا مثل إيش؟ أنت، ومنه جوازا مثل هو وهي. أنت تقول مثلا اضرب الولد، يبقى أنت هنا إيش؟ وجوبا ولا جوازا؟ قلنا وجوبا. طيب هو يضرب الولد، يبقى هو. طيب المتصل والمنفصل، المتصل والمنفصل في الأصل يأتي عندك الضمائر بهذه الصورة التي سأقولها لك هنا. مثلا أصل الكلام قلنا في الدلالة متكلم مخاطب غائب، صحيح؟ طيب متكلم أنا، مخاطب غائب. انظر إلى هذه الثلاثة، متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. طيب أنا لو أردت أن أعبر عن أنا بضمير متصل يكون الياء،
فأنت تقول أنا ضربت. طيب وإذا كنت أنت المضروب تقول ضربني، لا تقول ضرب أنا، تقول إيش؟ ضربني. إذن الياء تعبر عن أنا. طيب أنت وعبر عنها كاف الخطاب، تقول ضرب أنت، لا تقول ضربك. طيب وإن كان غائب هو اللي هو الهاء فتقول ضربه، صحيح؟ طيب إذن هذا متصل ولا منفصل؟ منفصل، أحسنت. وهذا متصل، جميل. هذه نجمعها في هيك، طيب هذا الضمير بهذا الشكل وبأخواته موضع الرفع، يعني ايش بأخواته؟ انا للمتكلم المفرد، جماعة نحن، يبقى انا معها ايش؟ نحن. طيب انت معها ايش؟ انت. ها والمثنى انتما، والجمع ذكور انتم، والاناث انتن. ها هو ايش الاخوات؟ هي. ها هما هم هن. لكن هذه الضمائر لو أردت أن تحفظ مرة واحدة تختلط عليك، لكن أنت تحفظها بهذه الصورة، المتكلم أنا معه الجمع نحن، المخاطب أنت ومعه الأخوات، وهو ومعه الأخوات، كم عددها؟ 12. أنا نحن ثم ها أنت أنت أنتما أنتم أنتن 5، ومثلها هو هي هما هم هن، كم ضمير؟ 12. واضح هذا؟ طيب جميل جدا. هذه الضمائر تكون لها وظيفة، يعني صورتها الوظيفية إما في محل رفع أو نصب أو جر أو كل هذا. الضمير الذي يأتي في محل رفع ضمائر كلمة تواني، ضمائر كلمة إيش؟ التاء تاء الفاعل، ضربت ضربت ضربتي، ها كلها تسمى تاء الإيش، لكن تختلف الحركة. فإن كنت متكلما تقول إيش؟ ضربت، ها ومخاطب مذكر ضربت، ومخاطب مؤنث ضربتي، هكذا. طيب إذن هذا من حيث تاء الفاعل. أين تواني؟ الواو، واو الجماعة، ضربوا. ألف الاثنين، ضرب. النون، نون النسوة، ضربن. الياء، ياء المخاطبة، تضربين. كل ضمير من هذه الضمائر عند إعرابه ماذا يعرب؟ ضمير مبني في محل رفع، لأننا قلنا عندنا رفع. ما هي الرفع؟ ها تواني. ما هي النصب؟ هيك، بشرط أن تتصل بفعل. ضمائر الهاء، ضمير الهاء والكاف والياء بشرط أن تتصل بإيش؟ بفعل. فتقول ضربه، بضربه فعل ماض وهو فاعل، والهاء مفعول به. ها ضربك، يعني انت تخاطب رجل فتقول زيد ضربك، يبقى ضرب فعل ماض والفاعل يعود على من؟ على زيد. استيقظوا معي، اللي هينام هنحطه في الثلاجة.
نايمه خالص. ضربك زيد ضربك، ولا زعلت من ضربك؟ ما هو ضربك عشان تصحى. زيد ضربك، يبقى ضرب فعل ماض، والفاعل يعود على من؟ من المفعول؟ الكاف. ضربه ضربني، محدش يقدر، ضربني ها، يبقى ضرب هو انا، يبقى الهاء والكاف والياء اذا اتصلت بفعل تعرب ماذا؟ ها، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ها، ثاني، ايش هي؟ ضمائر هيك، الهاء والياء والكاف. اذن ضمائر الرفع تواني، ضمائر النصب هيك زائد فعل، ضمائر الجر هيك زائد اسم. فاذا اتصلت الهاء او الكاف او الياء باسم تعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. تقول كتابه مفيد، تقول كتابه، يبقى كتاب مبتدا ها مرفوع علامه رفع الضمه وهو مضاف، والهاء تقول ايش؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، لان الهاء او الياء او الكاف اذا اتصلت باسم تعرب مضاف اليه، اذا اتصلت بفعل تعرب بايه؟ في محل نصب مفعول به. واضح هذا الكلام ولا في اشكال؟ لا، غير واضح. انتم في نوم، استيقظوا، المشوار لسه طويل. ها، مره ثانيه. طيب، نقول كتابه، كتابك، كتابي. كلمه كتاب اسم ولا فعل؟ اتصلت بضمير من ضمائر هيك، اذا هذا الضمير اذا اتصل باسم يعرب ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. لو اتصل بفعل تقول ضربه، ضربك، ضربني، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طيب، ايش الضمير اللي ياتي مع الجميع؟ ياتي رفع ونصب وجر، نا بمفرده. نقول مثلا بنا تبنى الأمة، أو تبنى الأمة ها بنا، يبقى البحر في جر والنا ها في محل إيه؟ جر. طيب، تقول ضربنا زيد، كلنا كده تلمينا على زيد وإيه؟ وضربنا، الله يرحمه، ضربنا زيد، يبقى النا هنا إيش؟ نا الإيه؟ الفاعلين، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب، اذا كان زيد ده ما شاء الله حيطه كده وعمود وراح جاي مسكنا، نقول ضربنا زيد، يبقى زيد هو اللي ضربنا، يبقى احنا ايش؟ مفعول، يبقى النا هنا مفعول به. اذا ضمير النا هنا جاء ايش؟ جاء ها في حال الرفع، في حال الرفع ضربنا، نا الفاعلين، وفي حال النصب ضربنا، وفي حال الجر بنا. بهذا تكون انتهت الضمائر. طيب، بقي لك ان تعرف، وهذا قلته سلفا او سابقا، اذا كان عند الياء والكاف والهاء متصلة كيف تنفصل؟ تقطع الهاء او الياء او الكاف وتضع قبلها اياء. ضربني، ضرب اياي، تفصل الياء وتحط قبلها اياء. ضربه ها، ضرب إياه، ضربك، ضرب إياك، وعندها تضع مع إياي وإياه وإياك الأخوات، فتقول إيه؟ ضرب إياي وضرب إيانا، صح؟ ها؟ وضربك، قلناها تبقى ضرب إياك. طب وللأنثى؟ إياك. طب ومثنى؟ إياكما. ها؟ ثم إياكم وإياكن. طيب، حط الهاء. ضربه متصل ولا منفصل؟ متصل، افصله، هتبقى ايش؟ ضرب إياه. طب للأنثى؟ إياها. مثنى؟ إياهما. ها، إياهم،
إياهن، وانتهت الضمائر. أظن إنك لم تفهم بهذه الطريقة يصعب عليك فهم الضمائر، لأنه بهذه الطريقة يعني صنعنا شبكة لكنها مترابطة. واضح؟ فأنت إذا كان عندك ضمير لابد أن تستحضر هذه الثلاثة أصول، فتحدد دلالة الضمير ولفظه وتحدد وظيفته، فتقول هذا الضمير أي ضمير إن كان، لو قلت مثلا إيانا، ما هذا الضمير؟ تأتي تقول هو لشخص، نعم، ماذا؟ متكلم ولا مخاطب ولا غائب؟ إيانا متكلم. طيب ما نوعه؟ مذكر ها أو مؤنث، لأنه إيانا هذا هو ضمير نحن للذكور والإيه. طيب العدد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. انزل لبعده، إيانا ضمير بارز ولا مستتر؟ بارز. جميل، متصل ولا منفصل؟ منفصل. جميل، انزل بعده، الوظيفة رافع ولا نصب ولا جر؟ ها، في حال النصب، لأنه أصله ضرب إياي ضربني. ها، مش قلنا الياء تبقى مفعول به؟ طيب لما تفصلها برة تبقى إيه؟ مفعول به بس مفصول. ها، يبقى هو عند الاتصال مفعول به، وعند الانفصال برضو مفعول به. يبقى ضرب إياي لكن فصلت الضمير، مثلها ضربني. ها، ضربك الكاف مفعول به، طب افصلها، ضرب إياك يبقى برضو مفعول به. واضح هذا الكلام؟ انتهت الضمائر ولا في إشكال؟ طيب الضمائر المفترض يا شباب انها بتاخد كدراسة يعني 3-4 محاضرات، لكن بفضل الله انا ارى ان الطريقة دي موفرة للوقت والجهد والزمن وكل شيء، فحاول انك تستوعب بهذه الطريقة التي شرحتها لك، حيث انك تكون الشبكة بتاعت الضمائر مستحضرة في الذهن، فاول ما تجد ضمير من غير ما اشكال تحدد على طول دلالة ولفظ ووظيفة، تدخل في الدلالة ترى أي نوع، ثم تدخل إلى اللفظ تحدد أنهي نوع، في الدلالة تحدد شخص نوع عدد، ثم تنتقل للوظيفة، متصل ولا منفصل، بارز ولا مستتر، طب إذا كان بارز متصل ولا منفصل، مستتر وجوبا ولا جوازا، ثم تنقل إلى الوظيفة في محل إيش، لأن الضمائر كلها مبنية، فلا تقل على الضمير مرفوع وإنما في محل رفع، لا تقل منصوب وإنما في محل نصب، لا تقل مجرور وإنما تقول في محل جر، لماذا؟ لأن الضمائر كلها. أحسنت. العلم هذا هو الثاني من إيش؟ ها؟ من المعارف العلم. طيب العلم منه اسم وكنية ولقب. الاسم يدل على الذات تعيينا مطلقا، ويكون للإنسان منذ ولادته، يعني مثلا الرجل اسمه حسن، رجل اسمه حسن، ليس وصف، اسمه حسن. جميل، بعد شوية ينادى يا أبا علي، أو باللسان الدارج تقول إيه؟ يا أبو علي. ها؟ هذا اللفظ الثاني جاء عند ولادته ولا بعد شيء؟ بعد وقت، لكن هناك ما أطلق عليه منذ الولادة، منذ وجوده، هذا يسمى الاسم. فإذا صدر بأب أو ابن أو أخ أو أخت أو أم أو بنت يسمى إيش؟
فإذا دل على هذا الذي تطلقه على الشيء دل على مدح أو ذم سميناه لقبا. يبقى اللقب بيدل على مدح أو ذم. الكنية ها بأب ها وأخ وابن وبنت وهكذا. الاسم يدل على ها ذات معينة أو على مسمى معين مطلقا. يعني الاسم هذا يدل مثلا على الأشخاص زيد عمرو خالد فاطمة هند زينب. طيب يطلق على الحيوان، تقول ذئب مثلا، تقول أسد، تقول فهد، هكذا. هذه أسماء. على النباتات تقول هذا ورد، هذا نرجس، هذا فل، أسماء. على البلدان، إذا كل هذا يسمى إيش؟ اسم. طيب الكنية، تقول أبو بكر. من يعرف اسم أبو بكر الصديق؟ ها؟ عبد الله ابن أبي قحافة. ها؟ ما كنيته؟ ما لقبه؟ الصديق، مدح. ها؟ طيب لو واحد لقبناه بالأعرج، هو نوع من الذم، نوع، وإن كنا لا نقصد به ذما، لأننا لقبناه بشيء إيه؟ هذا باب مدح ولا باب ذم؟ باب ذم، وإن كنا لا نقصد هذا، يعني نطلقه عليه تعريفا وتعيينا له. ها؟ ولذلك عندنا في من العلماء كثير بمثل هذه الألقاب، فلا نقول إن هذا أطلق عليهم للذم. ها؟ هذا اللقب هو باب ذم، يعني يستعمل في الذم، لكن استعمل على هذه او على هؤلاء الاشخاص من باب التعريف والتعيين. يعني عندنا الاعمش شيخ الامام احمد في الحديث، اعمش هذا لقب، واسمه سليمان بن مهران. الاعرج عبد الرحمن بن هرمز، ها هذا من العلماء الكبار، ونسب اليه نقط او التعاون في نقط المصحف ومثل هذا، يعني ومحدث كبير. إذن وعندنا الاحدب، وعندنا الاعمى، وعندنا الاصم، كل هذا من اسماء العلماء. وعندنا الجاحظ لجحوظ عينه، كانت عينه بارزه. إذن هذه الكلمات التي تطلق حتى وان لم تطلق للذم لكنها باب ذم، ونحن أطلقناها عليه من باب الإيش؟ التعيين، أو نطلق عليه من باب الذم. ها؟ يعني إنسان مثلا جبان جدا ويفتخر بجبنه فلقبناه بالجبان، لقب من باب الذم، وهو متعين لتعريفه ولذمه. فتقول الجبان جه، مثله جاء الشجاع. لو كان يعني ها طيب، كان مرة واحد جبان جدا فكان يفتخر بجبنه، فارتجز أبياتا قال فيها: وفي البيداء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي. ها؟ يعني يجري ايه بسرعة، احمس في الوغى ابناء قومي. الوغى اللي هو يعني ساحة القتال اللي هي الشديدة، احمس في الوغى ابناء قومي واحمي ظهورهم عند النزال. ها؟ يعني لما يجي حرب وقف انا ايه في الاخر خالص. طب وانت بتقف في الاخر؟ يقول لك لا، عشان احمي ظهرهم بس، يعني ليس جبانا. ولي عزم يشق الماء شقا ويكسر بيضتين على التوالي. تاخد بالك يعني امسك البيضه كده واحنا بمثل هذا يفتخر؟ ها؟ ولكن هذا يحلل لنفسه الجبن. ها؟ ويقول: ويقطع خيط قطن بعد شد اذا ما الخيط كان في انحلال. يعني ممكن امسك الخيط كده اقطعه لكم، بس الخيط يكون دايب، يعني يكون الخيط تعبان ضعيف، اقدر اقطعه لكم. ها؟ هذا يفتخر بجبنه.
مثل هذا لو لقبناه بأنه الجبان يصير إيش؟ أمرين. إيش هما؟ التعيين والإيش؟ والذم. خلاص؟ إذن لا يلزم أن باب الذم يكون ذم للرجل، وإنما يمكن أن يطلق عليه للإيش؟ للتعيين. كما لو لقبت رجل بالقصير أنت لا تقصد ذمه، وإنما إيش؟ لتعيينه. خلاص كده؟ طيب يبقى عندنا، طب الكنية قلنا أبو بكر، طيب إيش مثله؟ ابن عباس، ابن، يبقى أب ابن. طيب أم سلمة، يبقى أم، هذا أيضا من باب الإيش؟ من باب الكنية. يبقى الكنية ممكن تكون بأب، ها؟ بابن، ها؟ بأم. تقول أخت الشهيد، فلانة أخت الشهيد، هذا كنية. طيب تقول فلان أخو سعد، هذا كنية. يا أخت هارون مريم، هذا كنية. يبقى كل هذا من باب الكنية، أفاد مدحا أو زمن يكون من باب إيش؟ طيب وأنا أتكلم، ما الترتيب بين الاسم والكنية واللقب؟ هل هناك ترتيب؟ يعني مثلا أقول قال عبد الله بن أبي قحافة، لو أنا عاوز أجيب الاسم، أبو بكر الصديق، ولا أقول قال الصديق أبو بكر، ولا أقول قال أبو بكر الصديق، أي ترتيب؟ لك من الترتيب ما شئت إلا حالة واحدة، رتب كما شئت، يعني تقدم الاسم، تقدم الكنية، تقدم اللقب، افعل ما شئت إلا في حالة واحدة، إن كان اللقب لا يشتهر به الشخص فلا يقدم، لأنه هيبقى من باب الإبهام. ها؟ واضح؟ كأنه من باب التدليس. فمثلا لو قلت روى ابن البيع، من ابن البيع؟ هذا لقب ولا كنية؟ هو أوله ابن، جميل، يبقى كنية. طيب لا عاوزين لقب. لو أني مثلا أحدث عن الخطيب البغدادي وقلت حدثنا البغدادي، وفي كم واحد بغدادي؟ ده موضوع طويل. إذن في هذا الحال أقول لك لا تبتدئ باللقب إلا إذا اشتهر به، كاشتهار من؟ عيسى عليه السلام بالمسيح. ولذلك في القرآن قال وقال المسيح عيسى، بل المسيح عيسى ما في مشكل، لأن عيسى مشتهر بلقبه وهو المسيح. لكن لو كان اللقب غير مشتهر لا يتقدم على الاسم، وما سوى ذلك افعل ما شئت. واضح هذا الكلام؟ طيب إذن كل ما يدخل تحت الاسم والكنية واللقب هو من العلم، والعلم من المعارف، فزيد وعبيد وأسماء البلدان وأسماء الأشخاص وأسماء الحيوانات وإلى آخره، والكنى بأب وابن وأخ إلى آخره، وكل ما أفاد مدحا وزما كل هذا يدخل تحت مسمى إيش؟ أو تحت اسم إيش؟ العلم، والعلم من المعارف. إيش اللي بعد ذلك يا شباب؟ اسم الإشارة. اسم الإشارة تقسم من حيث النوع والعدد وهناك المكان. النوع والعدد، قولوا لي ما هي اسم الإشارة؟ اسم الإشارة ايش؟ انا ما اسمع، صوت عالي، هذان، هاتان، هؤلاء، من قال ذلك؟
سكتتم. طيب احتفظ بها، أخبرك بها بعد ما ننتهي. هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. واضح؟ طيب جميل جدا. نوع عدد، هذا تشير من حيث النوع مذكر ولا مؤنث؟ ومن حيث العدد واضح هكذا. طيب هذه تقول ايش؟ مؤنث، ها، مفرد، نوع عدد. طيب هذان وهاتان من حيث النوع، هذان للايش؟ مذكر، وهاتان مؤنث. جميل. ومن حيث العدد مثنى، ومن حيث العدد مثنى، هؤلاء جمع. طيب هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء من حيث النوع والعدد على هذا التقسيم، لكن هناك ما يختص بالمكان سأخبرك به هنا. نعم، جمع ذكور ولا إناث؟ ذكور وإناث. فدعا ربه أن هؤلاء، ها، قوم، عائد على إيش؟ مذكر ولا مؤنث؟ ها، مذكر. قوم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر يا شباب، مالكم؟ طيب هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم. هؤلاء عادت على بناتي، مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. إذن هؤلاء جت للإيش؟ للمذكر وجاءت للمؤنث، يبقى هؤلاء تستعمل لإيه؟ جمع الذكور والإناث. واضح يا شباب؟ جمع الذكور والإناث. أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا، ما عدا المثنى منها، مثنى مذكر أو مثنى مؤنث، تعرب، إعراب الملحق بالمثنى، تلحق، تعرب إعراب إيش؟ الملحق بالمثنى. يعني تقول مثلا هذان خصمان، هذان اسم إشارة مبني على ما ينطق به، مش كده؟ انتوا نمتوا، انا لسه قايل ان ايه، ان هذان ايه، معرب. قلت لكم لابد تكون صاحي معايا، هتنام هنسرح، انا اسرح بيك في حتة اي كده. خلاص، هذان، ها، اسم إشارة ايش؟ لا مش مبني، ها، معرب. نعم، مرفوع وعلامة رفعه لأنه مبتدأ، المبتدأ بيكون إيش؟ مرفوع. وهذا ملحق بالإيش؟ بالمثنى، المثنى يرفع به الألف وينصب وجر بس. فتقول رأيت هذين ومررت بهذين. طيب وإن كان للإناث تقول هاتان عند الرفع، ورأيت، ها، هاتين ومررت بهاتين. لكن هنا تقول كتاب هذا، يبقى هذا مضاف إليه مجرور. طيب ما هو هذا، نقول اسم إشارة مبني، وساعتها يكون في محل جر لكن مش مجرور، في محل، لأنه إيش؟ مبني. إذن إيش المبني؟ هذا مبني، هذه، ها، هؤلاء. لكن هذان وهاتان معرب، وإعراب وإعراب الملحق بالمثنى. واضح؟ جميل. أصل هذه يا مولانا، هذه الهاء أصلها هاء التنبيه زائد اسم الإشارة. يعني اسم الإشارة في هذا هو ذا، ولذلك لم أكتب ذلك من أسماء الإشارة، لأنها ذا وأضفنا إليها كاف التوسط أو كاف الخطاب زائد لام البعد، فصارت إيه؟ ها؟ ذلك.
فهي هي ذا. واضح؟ واضح ولا لا؟ يبقى أصل هذا إيش؟ ذا، وأصل هذه ذيه، ووضعنا هاء التنبيه فصارت هذه، وأصل هذان ذان، وأصل هاتان، وعندك في القرآن فذانك اللي هي ذا، ومعها الكاف بتاعت الخطاب فذانك برهانان، صح ولا لا؟ يبقى ذان وتان ودخلت عليهم ها هاي ايش اسمها؟ هاي ايه؟ التنبيه. طيب ذلك هي اصلها ذا، واضفنا اليها كاف الخطاب فتقول ذا وذاك، وتضيف اللام فتصير ذلك. واضح هذا الكلام؟ مثل طيب في المكان هتبان هنا، هناك كلها على بعض. لو اردت ان تضيف لها التنبيه تقول ها هنا، احسن تقول ان الهاء دي للتنبيه فتفصلها فتبقى نا، حولتها الضمير. لا هي كلها على بعض كده ايش ها، اسم اشاره للمكان. اذا اردت ان تدخل عليها ها فتقول ها هنا. طيب دخل عليها الكف تبقى ايش؟ هناك. دخل عليها اللام هنالك الولاية لله الحق، ها صح ولا لا؟ الأصل في هذه الثلاثة هو هنا، وهي اسم إشارة مبني على السكون. معايا؟ وهو للإشارة للمكان، وقد يتعدى للزمان والأحوال من باب الاتساع في اللغة، لكن الأصل أنه للإيش؟ للمكان. يعني التعبير الأصلي له أنه يستعمل في المكان فقط، لكن مثلا في قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق، لا تستطيع أنك تقول أنه هنالك في المكان ده بس تكون الولاية لله، ها؟ وإنما المقصود بها إيه؟ الزمان أيضا والحال. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك في هذا المكان ها وفي هذا الزمان وبهذا الحال دعا زكريا ربه، يبقى فيه اتساع في المعنى، لكن تستعمل في الأصل لإيش؟ للمكان. ومعها ثم، تفترق عن ثم بضم الثاء، هذه حرف عطف ها الواو والفاء وثم، أما هذه ثم اسم إشارة بمعنى هنا. ثم هنا صوت، أو ثم صوت في المكان، فكأنك تقول هنا صوت في المكان. وقد يضاف لها تاء التأنيث فتقول ثمة. كل هذا إشارة لإيه؟ للمكان. ولذلك أنا قسمت فوق نوع وعدد ومكان، ما ذكرت زمانا. واضح يا شباب ولا لا؟ وصلت الدنيا معاك ولا ها تفريعة واسعة؟ معلش هي تحتاج منكم إلى تركيز، لكن أنا دائما دائما أحاول أن أعطيك مفتاحا، لو ضاع منك المفتاح لن تدخل البيت، صحيح؟ ولا هتقول لهم احذفوا لنا البيت مفتوح ولا تعمل ايه؟ لازم المفتاح. هناك في المفتاح عملت لك ايه؟ ثلاث مفاتيح، دلالي لفظي وظيفي، تفتح بيهم. هنا اديتك المفتاح نوع وعدد ومكان، فاول ما تتلخبط في اسم الاشاره تقول ايه؟ فين المفتاح؟ ها طلع سلسله المفاتيح بتاعت اسم الاشاره، اضرب المفتاح في هذا، ها يطلع مذكر ها ومفرد، جميل، مؤنث ومفرد، خلاص انت عرفت تستعمل مفتاح النوع وتستعمل مفتاح الايش؟ العدد. ما طلعوش من دول، عندك هنا وهناك وهنالك وللمكان وثم. نعم وثم وثمته. طيب انت هتقول انا هحفظ الخمسه؟ لا، ما احنا قلنا هي واحده، هي هنا وثم. كل الحكايه ان احنا هنا هنا اضفنا لها كاف ايش؟ خطاب، فصارت ايش؟ هناك. وبعدين ضفنا لم يسمونها لم البعد،
يعني هنالك تستعمل لمكان أبعد. هنا يعني مثلا هنا، هناك، هنالك، واضح؟ فقالوا هذه لام البعد أبعد. طيب يبقى إذن هي واحدة، ثم وتضع لها تاء التأنيث ثمة، ما في مشكل، سهلة اتلمت. طيب ايش بعدها؟ الاسم الموصول. ايش الاسماء الموصولة شباب؟ ها ايش المفتاح؟ النوع والعدد. المفتاح معانا ها الذي، ها النوع، ها مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ها العدد، التي، ثم اللذان، ها واللتان، ثم الذين، جميل، ثم أولاء. المفرد المذكر مثلا في قوله تعالى وقال الذي آمن، مذكر مفرد، وراودته التي، ها يبقى ايش؟ ها مؤنث، ها مفرد. اللذان واللتان هذا للمذكر، اللذان مذكر مثنى، وهذا مؤنث مثنى، وأولاء ولها صورة أخرى وهي أولئك، وصورة ثالثة وهي هؤلاء، يعني الثلاثة دول شيء واحد. طيب وأين الذي للإناث؟ ها أحسنت، اللائي واللاتي. طيب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، ما بال النسوة اللاتي قطعنا. يبقى اللائي واللاتي، ها ليش؟ للمؤنث الجمع. وهذا الجمع ايش؟ ها المذكر، مش كده؟ انتوا نايمين. نايمين ولا مش نايمين؟ ها ليه؟ أحسنت. احنا عندنا الذين، وعندنا اللائي واللاتي. الذين لجمع الذكور، واللائي واللاتي لجمع الإناث، وما ذكرت هذا في اسم الإشارة. ماشي معايا؟ يعني دائما ركز، أنا أكتب الخطأ لأرى
انكم يعني، او اتكلم بالخطا، لا ارى انتم عندكم تركيز ولا لا؟ انتم عندكم تركيز دلوقتي؟ انتم عندكم تركيز. كان في اخواننا اللي هم من شرق اسيا يقول تركيز ما في، ما فيش تركيز، يقول تركيز ما في. طيب هذه الاسماء قلنا كلها ايش؟ مبنيه، ما عدا اللذان واللتان تكون ايه؟ معربه اعراب الملحق بالايه؟ مثل ماذا؟ مثل اسم الاشاره، هذان وهاتان. يبقى عندنا هذان وهاتان، ها، واللذان واللتان. واضح هذا الكلام؟ وعندك اللائي واللاتي، لماذا يستعمل في ماذا؟ في ايش؟ ها، في جمع المؤنث. طيب وجمع الذكور الذين، يبقى هتشتغل نوع وايش؟ وعدد. الاسماء الموصوله لابد يجي بعدها جمله، لابد يجي بعد الاسم الموصول ايش؟ اسميه وفعليه، تمام؟ ليه؟ لان اسم الموصول في ذاته لا يدل دلاله تامه على المعين، يحتاج الى صله، ولذلك يسمون هذه الجمله بعد الاسم الموصول صله الموصول، يعني هي التي تصله بما يقع عليه. تقول مثلا جاء الذي. طيب لو قلت جاء زيد، معرفه ولا مش معرفه؟ عرفت زيد؟ عرفت زيد. جاء الذي وسكت، تحتاج الى جمله بعدها صله لها توضح وتبين، فتقول جاء الذي يشرح الدرس، جاء الذي احبه، جاء الذي سيكتب، جاء الذي سيصلح السياره، جاء الذي، وتكتب جمله بعدها. اذا لابد من جمله بعد الاسم الموصول تسمى صله الموصول، وهذه الجمله لا محل لها من الاعراب. لماذا لا محل لها من الاعراب؟ لانها جاءت من اجل الاسم الموصول، ها، حتى تصل بالاسم الموصول الى التعيين، الى الايضاح، الى التعريف. واضح هذا الكلام؟ طيب المعرف بماذا؟ المعرف بأل. أل التي للتعريف، تسمعني؟ أقول أل التي، هو هناك أل ليست للتعريف؟ نعم. قل كيف هذا؟ لما أقول العباس عم النبي، العباس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، هو عباس مش علم؟ طب هو محتاج ألف ولام؟ إذن هذه الألف واللام ليست للتعريف لأنه معروف، هذه يسمونها للمح الأصل. اللمح يعني الأصل اللي أنت عارفه، اللي هو نرجع إلى ما كلما أطلق الحسين رضي الله عنه، يبقى مين؟ الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، لمح الاصل، صح ولا؟ العباس من غير ما اقول لك عم النبي، صح؟ خلاص اقول العباس، لمح الاصل. ايش الاصل اللي يطلق عليه كلمه العباس؟ اذا هذه اللام ليست للتعريف فلا تدخل معنا، اما التي للتعريف فهي على نوعين، اما عهديه واما جنسيه. العهديه عهد ذهني وذكري وحضوري، الأمر مش صعب، بالمثال يتضح المقال. لما نقول عهد ذهني، فمن زحزح عن النار، عن النار، أنهي نار؟ سبحان الله، من زحزح عن النار أنهي نار؟ في الآخرة، صحيح؟ طيب كيف عرفنا؟ هناك معهود ذهني، صح ولا؟ هناك معهود ذهني، يعني كأنه هناك ما هو معروف في الذهن. إذا قلنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أن يجن في الدنيا؟ لا، معروف؟
طيب لما نقول ثاني اثنين إذ هما في الغار، أنه غار؟ غار إيش؟ غير ثور. معروف ذهنا ولا لا؟ معهود. يبقى إذن لما نحط الألف واللام هنا للعهد الإيه؟ الذهني، معروفة ذهنا. فقامت بوظيفتين، الوظيفة الأولى التعريف، لأن كلمة غار نكرة، لما دخلنا عليها الألف واللام صارت، يبقى دي الوظيفة الأولى. والوظيفة الثانية أنها جعلت الكلمة مرتبطة ذهنا بأمر معين نشير إليه نتكلم عنه. فمن زحزح عن النار، أن النار اللي في الآخرة، الجنة، الجنة في الآخرة. ثانية اثنين إذ هما في الغار، أني غار، غار ثور. طيب ذكرية كلمة تقولها نكرة ثم تعيدها معرفة بالألف واللام، فنقول هذه الكلمة هي التي ذكرت، عشان كده سميناها عهد إيه؟ ذكري. ذكرت قبلها. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مصباح نكرة ولا معرفة؟ نكرة. المصباح، أنه مصباح اللي فات ده، إنا أرسلنا إليكم رسولا، نكرة ولا معرفة؟ شاهدا عليكم، تكملة الآية، ها؟ فعصى فرعون، أنه رسول اللي مر، لا المذكور، ذكري. واضح هذا الكلام؟ طيب حضوري، لما أقول لك هذا الشهر، بأني شهر الحاضر، واضح؟ يبقى قال هنا، فلما أقول اليوم أكملت لكم، أنه يوم الحاضر، يبقى ده إيه اسمه؟ إيه حضوري. وضح المعنى ولا ما ولا صعبة؟ يبقى ذهني نتكلم، مثل مثلا أقول جاء الرجل، فأنا أنت أيوة كأنك فاهم، ولا أنت فاهم ولا حاجة. قال الرجل فنقول نعم نعم عرفت، هناك معهود إيش؟ ذهني. قبلها اتفقنا ذهنا، لو جه الرجل أقول لك جاء الرجل، تستخبله بقى ولا تعمل اللي أنت عاوزه، ماشي؟ طيب لما أقول ذكري، إذن مذكور في الكلام سلفا سابقا ثم أعيده معرفة، تقول إذن هذا المذكور هو ما مر. حضوري كما قلنا يعني حاضر في الوقت. طيب جنسية، الجنسية هذه منها للحقيقة ومنها الاستغراق أو الاستغراقية. لما نتكلم عن حقيقة الشيء، كنه الشيء، ذات الشيء، أصل الشيء، يبقى اسمها حقيقة. طيب علامة ذلك إنك لو أزلت الألف واللام وحطيت كلمة أصل استقام الكلام، وجعلنا من الماء يعني إيه؟ ها كل شيء حي، جميل. جعلنا من كل الماء ولا من أصل الماء؟ من أصل الماء، لأنه المعنى إني من أصل الماء خلق كل شيء حي، لكن مش من كل الماء، صح ولا لا؟ فإذا قلنا بإزالة الألف واللام وضعنا كلمة أصل واستقام المعنى، يبقى واضح. طيب الاستغراقية تحط كلمة كل، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. طيب لو قلت إن أصل الإنسان لفي خسر، يبقى بتقول أصله لكن لا يلزم الكل، يبقى الاستثناء بعد كده لا فائدة منه، صح؟ لأنك هتستثني من إيه؟ ده أنت بتقول أصله مش كله، صح؟ فتأتي تستثني لا فائدة من الاستثناء. فهنا نقول هذه استغراقية، يعني تستغرق كل الأفراد. يبقى والعصر إن الإنسان، إن كل إنسان في خسر إلا، يبقى مين اللي هيخرج من الاستثناء؟ إلا الذين أمنوا. لكن لو قلت أصل الإنسان في خسر، يبقى ملوش لازمة تقول إلا، لأنك قلت أصله، وهذا لا يلزم إن الجميع في خسر، صح ولا لا؟ لكن الآية
تعني الجميع في خسر إلا الذين. واضح هذا الكلام يا شباب ولا إيه؟ بعد ذلك عندي المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة يعني المضاف لواحد من الخمسة، المضاف إلى معرفة هذا سهل. اللفظ الأول يكون نكرة فيضاف إلى معرفة، فيصير هذا النكرة الأول بإضافة للمعرفة معرفة. كلمة مقام نكرة ولا معرفة؟ مقام نكرة. طب لو قلنا مقام إبراهيم معرفة ولا لا؟ معرفنا هو مين أصلا، يبقى ده أضيف إلى علم، صح كده؟ طب لو قلت كتاب نكرة، كتابك يبقى أضفته لإيه؟ لضمير، يبقى أضفنا لضمير، وهنا أضفنا لإيه؟ لعلم. طيب لو أضفنا إلى معرف بأل خزائن نكرة ولا معرفة؟ خزائن الأرض أضيفت لإيه؟ معرف بإيه؟ بالألف واللام، قال جعلني على خزائن الأرض. طيب عندنا معرف بإيه ثاني؟ الاسم الموصول أو الإشارة، الإشارة فليعبدوا رب، رب إيش؟ هذا، رب هذا، يبقى أضيفت رب هنا إلى اسم الإشارة. إيش بعد ذلك بقي لنا؟ الاسم الموصول. فإذا هي شاخصة أبصار نكرة، أبصار الذين، يبقى أبصار بعد أن كانت نكرة أضيفت إلى الذين، والذين اسم موصول وهو من المعارف، يبقى كلمة أبصار صارت إيش؟ معرفة. يبقى المضاف إلى واحد من الخمسة يصير معرفة بالإضافة، مضاف إلى ضمير، مضاف إلى ضمير، كتابك وكتابه وكتابي إلى آخره، مضاف إلى علم، واتخذوا من مقام إبراهيم، مضاف إلى معرف بالألف واللام خزائن، قال اجعلني على خزائن الأرض، مضاف إلى اسم الإشارة فليعبدوا رب هذا، مضاف إلى اسم موصول فإذا شاخصة أبصار الذين. واضح يا شباب؟ هذا يدخل فيه كل المعارف. بهذا يكون قد انتهى باب المعرفة والنكرة. تستريحون ولا نكمل؟ عندنا حروف الجر والإضافة. تستريحون ولا نكمل؟ طيب الحمد لله، عندكم صبر، جزاكم الله خيرا. نشاط الشيخ من نشاط الطالب، نشاط الشيخ من نشاط الطالب، كلما كنت أكثر نشاطا هذا يعود على المتكلم بالنشاط. أول ما تعمل أنت كده هو ينام، طول ما أنت كالأسد. جميل. الشيخ ذكر الأسماء، ذكر أن الجر يكون بوسيلة من ثلاث. ما هي حروف الجر؟ الإضافة التبعية. التبعية طبعا ذكرناها في التوابع، يعني لما نقول مثلا مررت بزيد أقول وعمر، مش كده ولا إيه؟ لأن عمر تابع لزيد معطوف عليه والعطف من التوابع، فالمعطوف على المجرور يصير مجرور. إذن لو وجدت في نص من النصوص، في جملة من الجمل، كلمة مجرورة، تستحضر أن سبب الجر واحد من ثلاث لا تخرج عنها. إيش هي؟ إما أنه مسبوق بحرف جر هذا الاسم، أو أنه وقع في الإضافة مضاف إليه، أو
أو أنه تابع لمجرور. والتوابع ها النعت ها والعطف والبدل والتوكيد. طيب تقول مررت بزيد المجتهدي، صح ولا لا؟ لا، نعت المين لزيد. طب زيد مجرور، يبقى المجتهد النعت بتاعه صفته مجرور، والعطف كذلك. طيب في التوكيد مررت بزيد نفسه، طيب البدل يسألونك عن الشهر الحرام قتال، قتال بدل من الشهر، يسألك عن الشهر، عن الشهر، الشهر اسم مجرور. طيب قتال بدل اشتمال، كلام ده شرحناه، ها يبقى مجرور، يبقى ادي التبعية. طيب حروف الجر، الشيخ قال ايش في حروف الجر؟ احد يذكر لي حروف الجر التي ذكرها الشيخ؟ ها قال الشيخ ايش؟ من، من لابتداء الغاية الزمانية او المكانية، لابتداء الغاية الزمانية او المكانية. وكل حرف من هذه الحروف التي هي حروف الجر لها اكثر من استعمال، لكن ما سأذكر لك هذا الاستعمال الاصلي او الاشهر او الاعم او الغالب، لكن ها تجد الحرف له اكثر من استعمال. واضح هذا الكلام؟ فقال الشيخ ايش؟ من، قلنا لابتداء الايه؟ ها ابتداء الغاية، زمان او زمان، مثل ماذا؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، يبقى دي غاية ايه؟ اول يوم زمنية. طيب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد، ها ابتداء غاية زمنية ولا مكانية؟ جميل. ايش اللي بعدها؟ اللي بعدها نعم، الى، من لابتداء الغاية الى انتهاء الغاية، زمنية او مكانية، نفس الامر. مكانية في الآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى دي الغاية، انتهاء الغاية، زمان ولا مكان؟ مكان، زمانية. ثم أتم الصيام إلى الليل، ها غاية زمانية ولا مكانية؟ ما أتكلم عنه الآن هذا أثر دلالي أم نحوي؟ أنا أتكلم عن الأثر الدلالي، يعني المعنى. أما حروف الجر فكلها، حروف الجر كلها ماذا؟ تدخل على الاسم فتعمل فيه بالجر. يبقى من حيث العمل النحوي كلها ايش؟ تجر الاسم، لكن أنا أتكلم عن معناها في الجملة. واضح كده؟ ايش اللي بعدها؟ عن، أصلها للمجاوزة، مجاوزة الشيء، فتقول رميت السهم عن القوس، يبقى السهم جاوز عن القوس، يبقى السهم جاوز القوس، اسمها المجاوزة. عن، ها اللي بعده، على، على للاستعلاء، صعدت او نعم فوق الشجرة. طيب نريد الأمثلة من القرآن عشان تثبت في الذهن قدر الاستطاعة، يعني إن لم تسعفنا الذاكرة، إن لم تسعفنا الذاكرة يبقى خلاص. إحنا بنتكلم عن ماذا؟ على، نعم. في على تأتي بمعنى حقيقي ومعنى غير حقيقي. الحقيقي مثل ماذا؟ فإذا استويت ها على الفلك، يبقى ده بمعنى الاستعلاء، الارتفاع، العلو على الشيء، خلاص ده حقيقي. طيب وجعلنا بعضكم، لا في البقرة،
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. على هنا استعلاء حقيقي غير حقيقي، غير حقيقي ها، لكن معناه ايش الاستعلاء؟ ايش اللي بعده؟ في لي ايش؟ الظرفية. الماء في الكوز، جميل. سرت في الليل، يبقى دي ظرفية زمنية ودي ظرفية. الاثنين في اول الروم. غلبت الروم في ادنى الارض، زمان ولا مكان؟ في ادنى الارض، زمان ولا مكان؟ مكان يا مولانا، مين اللي يقول زمان؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ها، في بضع سنين. يبقى في ايد هنا زمان، يبقى في هنا ظرفيه، ظرفيه في الاولى مكانيه وفي الثانيه زمنيه، جميل. ايش اللي بعدها؟ رب، قلنا عنها انها حرف ايش؟ شبيه بالزائد، تدخل على النكرات فتجر ما بعدها. رب اخ لك، وقد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، أو تفيد القلة وتفيد الكسر بحسب السياق. خلاص، ها، الباء هذه لو رجعت إلى كتب معاني ستجد لها يعني فوق 10 معاني، لكن أشهر المعاني لها الإلساق، وهو الذي ذكره سيبويه واكتفى به لأنه العمدة. الإيه؟ الإلساق. يبقى الباء للإيش؟ للإلساق. الإلساق هذا قد يكون حقيقي وقد يكون مجازي أو غير حقيقي. يعني مثلا لما نقول إيش؟ مررت بزيد، هذا حقيقي ولا غير حقيقي؟ غير حقيقي. انت لصقت في زيت وانت مريت؟ لا. لكن لو قلت مررت بيدي على صدري، يبقى الصق حقيقي ولا غير حقيقي؟ حقيقي. بقي شيء، الكاف للتشبيه، وهذا هو الاصل فيها، لكن لها معاني اخرى. زيد كالاسد، هذا من حيث المعنى، وكما قلنا الجميع يجر. بقي ايه؟ اللام. اللام تدخل في الاصل بين ذاتين، تدل على الملكية لمن يصحبها. يعني ايش؟ القلم، القلم لزيد، دخلت بين ذاتين، الذات الاولى قلم والذات الثانية زي، تدل على الملكية لمن يصحبها. يبقى مين اللي يملك؟ يبقى زيد هو الذي يملك القلم. ها، الباب للبيت او الباب للدار، الكتاب للمجتهد، ان كان يعني. اذا هذه اللام تسمى لام ايش؟ الملكية، تدخل بينه ذاتين، وتكون الملكية مع مصحوبها، يعني اللي يملك الثاني مش الاولاني. حروف القسم اللي هي ايش؟ نعم، الواو والتاء والباء. التاء لا تدخل الا على لفظ الجلالة، تقول تالله. والواو تدخل على كل اسم ظاهر، والتين والفجر والضحى والليل والقلم الى اخره، والشمس إلى آخره. والله عز وجل له الحق أن يقسم بما شاء. سنيجي واحد مجنون يقول لك طب ما هو ربنا أقسم بالأشياء، له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. خلاص يا شباب. طيب إذن التاء خاصة بمن؟ بلفظ الجلالة. والواو بكل ما يقسم به، سواء لفظ الجلالة فتقول والله، أو في الأسماء الظاهرة كما قلنا، والتين والقلم وإلى آخره. وكذلك الباء تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، الباء تدخل على الاسم الظاهر والايه؟ فتقول به اقسم، دخلت على مضمر على ضمير، او تقول بالله افعل كذا، بدخلت ايه؟ على اسم ظاهر.
لكن التاء والواو عند القسم يقسم بها على اسم ظاهر فقط. التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فتقول تالله، والواو إذا دخلت على للقسم تدخل على اسم ظاهر، أما الباء هي التي تدخل على الظاهر والإيه؟ والمضمر. إيش بعد كده؟ انتهت حروف الجر؟ الحمد لله. ها؟ ما سمعت؟ ما أسمع؟ بالإضافة. طيب يعني حروف الجر انتهت؟ جميل جميل، يا سلام، جميلة جدا. بقي لك الإضافة؟ سهل إن شاء الله ويسيرة وجميلة. يعني إن شاء الله لن تشعر بشيء في الإضافة، سنضع بنجا وتأخذ الإضافة فلا تستشعر بها، زي الحقنة كده صغيرة كده. إيه الإضافة دي؟ حد يعرف يعني إيه إضافة؟ ها؟ إيش؟ حرف جر. نعم، احنا ذكرناها في وسط حروف ايش؟ الجر، لكن سميناها حروف القسم لانها تستعمل في القسم من حيث الدلالة والمعنى، لكن هي حرف ايش؟ حرف الجر. طيب في حروف جر غير دي؟ طبعا في حروف جر غير دي لما تكبر شوي، يعني في مز ومنز وفي خلا وعدا وحاشا يعني وحتى بشروط حتى مطلعي، يعني في غير كده، لكن هذه هي الحروف التي تشتهر في الاستعمال. واضح؟ جميل. لو أنا سألتك يعني إيه إضافة، ماذا تقول؟ الإضافة نسبة بين اسمين، نسبة بين اسمين. يعني إيه؟ هناك نسبة، هناك اتصال، هناك ارتباط بين اسمين. خلاص؟ فإن كان الثاني معرفة كانت للإيضاح أو لإيضاح النكرة، وإن كان الثاني نكرة كانت للتخصيص. تقول لي ما فهمتش أي حاجة، أقول لك وحق لك. طيب عشان نفهم نعمل إيه؟ بص يا شباب، لما أقول دار الإيمان جامع الأزهري، لما أقول جامع وأسكت تقول لي جامع إيش؟ فلما أقول جامع الأزهر وضحت وبينت النكرة اللي هي جامع، صح ولا لا؟ واستفادت تعريفا أو أفادت تعريفا، لأن إحنا خدنا أن المضاف إلى معرفة، معرفة، واضح ولا لا؟ المضاف إلى معرفة إيش؟ معرفة. فلما أقول دار العلوم يبقى كلمة دار استفادت أو أفادت التعريف لإضافتها إلى معرف بأل. اصحى يا مولانا، ركز معايا. خلاص؟ طيب، يبقى إذن النكرة الإضافة إما تأتي اسم نكرة زائد معرفة، كما لو قلت كتاب فاطمة أو قلم زيد. الأول إيش؟ نكرة، والثاني؟ طيب، أو نكرة تضاف إلى نكرة، قلم حبر. هذه التي نكرة أضيفت إلى معرفة استفادت إيش؟ تعريفا، ومن حيث الدلالة وضح الاسم المعرفة إبهام النكرة. كتاب ماذا؟ كتاب الفقه، كتاب التفسير، كتاب فاطمة، كتاب زيد، كتاب الإيمان،
كتاب ايش؟ فلما نقول كتاب زيد، كتاب فاطمة، إذن المعرفة وضحت إبهام النكرة. لما نقول قلم حبر، هذه الإضافة هنا أضيف نكرة إلى، فما استفادت إيه؟ تعريفا. لكن كل الذي حصل من حيث المعنى إن كلمة حبر خصصت القلم. هو قلم إيش؟ رصاص ولا جاف ولا ما نوعه؟ فتقول قلم إيه؟ حبر. واضح هذا الكلام؟ يبقى إذن النكرة إذا أضيفت لمعرفة اكتسبت تعريفا و إيضاح للإيش؟ للنكرة. وإذا أضيفت النكرة إلى النكرة ما استفادت تعريفا ولكن حصل تخصيص للإيه؟ هذا يفيد جدا 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 في الأدلة الشرعية. لما يكون عندك دليل شرعي، آية أو حديث، وتجد فيه إضافة بين معرفة إلى نكرة إلى معرفة أو نكرة إلى نكرة، عندها تستطيع أن تقول هذا من باب البيان والإيضاح أم هذا من باب التخصيص. واضح هذا الكلام؟ طيب الإضافة. طيب أعطي مثال لأبين لكم ما سيأتي من كلام. لو قلت هذا ثوب أو ثوب حرير، وهذا ثوب جميل، من يعرب؟ قلنا أول شيء ماذا تفعل؟ تحدد الجملة اسمية ولا فعلية؟ جملة اسمية ولا فعلية؟ تبتدئ باسم، يبيش الاسم؟ مبتدأ، ما تحتاج إلى كيمياء. اسم إشارة مبني في محل رفع إيش؟ طيب وثوب خبر، هذا ثوب. طيب وحرير مضاف إليه. طيب احتفظوا بهذه، تعال معي. هذا ثوب، نقول نفس الكلام، اسم إشارة مبتدأ، ثوب خبر، جميل صفة. طيب كيف عرفت أن هذه صفة وأن هذا مضاف إليه؟ أقول لك الإضافة يا شباب في المعرفة أو النكرة على تقدير واحد من حروف الجر الثلاثة، من أو اللام أو في. من البيانية وفي الظرفية واللام الملكية. فإذا اشتبه عليك النعت من الإضافة، قدر حروف الجر، إن قبل حروف الجر يبقى مضاف إليه، إن لم يقبل يبقى نعت. تعالى كده، انت مش قلت ده نعت؟ جرب حروف الإضافة. هذا ثوب من جميل، تمشي؟ طب هذا ثوب في جميل، طب هذا ثوب لجميل. جميل ده مش اسم، خد بالك ده صفة، صح؟ يبقى ده في الآخر ايه؟ نعت. تعالى فوق، هذا ثوب من حرير، تمشي؟ مضاف إليه. ايش رأيك؟ سهل، جميل جدا. إذن كل ودائما اللي يحصل الإشكال لما يكون الاثنين نكرة، لكن في المعرفة هتقول مضاف ومضاف إليه. لماذا؟ لأن النعت يتبع المنعوت، صح ولا لا؟ فإذا كان اللي قبله نكرة واللي بعده معرفة ما تنفعش تقول نعت، يعني لابد يكون الاثنين معرفة والاثنين نكرة. لكن الإشكال فين؟ لما يكون الاثنين إيه؟ نكرة. تقول إيه؟ هذا ثوب حرير، هذا إضافة ولا نعت؟ قدر حروف الجر، من بيانية، في الظرفية، بل مكر الليل، مكر الليل يبقى مكر في الليل ظرفية. لام الملكية، لما نقول قلم زيد ثوب حرير، يبقى لما نقول قلم زيد يبقى ملكي، ثوب حرير يبقى من حرير. واللام في الأصل اللي بتيجي في
تقدير المضاف بتبقى للملكيه، وربما تاتي للاختصاص. يعني مثلا لو قلت طائرتنا تقوم الساعه، طائره هتبقى مبتدا، والنا احنا قلنا كل ضمير يتصل باسم يعرب ايه؟ مضاف اليه، صح؟ طب الاضافه هنا النون هنا، يعني الطائره لنا، هي الطائره ملكك، وانما كانك تفيد ايه؟ اختصاص، يعني الطائره اللي تخصنا ها هتقوم الان. يبقى قد تفيد اللام الملكيه او تفيد ايه؟ الاختصاص. ومن البيانيه وفي الظرفيه، ان قدرت بين النكرتين، بين ثوب من حرير، بين النكرتين، بل مكر في الليل، زيد قلم زيد، قلم لزيد، بين النكرتين، وجاز المعنى، إذن هي إضافة، وإلا فهي من باب النحت. واضح هذا الكلام يا شباب؟ في أي إشكال؟ جميل جدا. طيب احنا بنتكلم في باب ايه؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ الجر. إذن المضاف إليه ايش؟ مجرور. جميل. لكن قد يكون المضاف إليه معرب أو يكون مبني. الله أكبر. فإن كان معرب هيبقى يعرب ها بالكسرة، أو ها بالياء، إن كان مثنى أو جمع مذكر، ولا شيء سوى ذلك. تقول قلم زيد، زيد اسمه مفرد مش كده ولا ايه؟ يبقى زيد عربه ايه؟ اسم. ها الاسم ده ايه؟ مضاف اليه. طبعا مش هتقول اسم، هتقول مضاف اليه، ماله؟ مجرور، وعلامه جره الكسره، مش كده؟ طيب لو قلت كتاب الطالبين، يبقى الطالبين ايه؟ مضاف اليه، ماله؟ مجرور، وعلامه جره الياء. طيب لو قلت قبلة المسلمين، ها يبقى المسلمين ايه؟ مضاف اليه، مجرور، وعلامه جره لانه جمع مذكر سالم. يبقى اذن المعرب اما ها بالكسره، واما هيكون بالياء. بالياء فين؟ في المثنى او. طيب واذا كان مبني؟ مبني يبقى اتصل بضمير، يبقى المضاف اليه ضمير، ها، او اسم اشاره، او اسم موصول. بالك انا بتكلم عن المضاف اليه، انا عندي قلم زيد، هذا يسمى مضاف، وهذا يسمى مضاف اليه. باذن احنا بنتكلم عن من؟ طيب وهذا على حسب موقعه في الجمله. فتقول هذا قلم زيد، يبقى قلم هنا ايه؟ خبر مرفوع بالضم، هذا قلم. طيب رايت قلم زيد، كتبت بقلم زيد، يبقى اذا الجزء الاولاني اللي هو المضاف يعرب على حسب، لكن الثاني ما اعرابه؟ مضاف اليه مجرور، ان كان معرب يبقى بالكسره، مثنى او جمع يبقى بالياء، مبني. فتقول كتابه، هتقول هذا كتابه، يبقى كتاب خبر، والهاء ضمير مبني في محل، في محل، ما قلنا مضاف اليه، قلنا في محل لانه ايش؟ مبني. فهو يبنى على ما تنطق به. يعني انت بتقول كتابه يبقى مبني على الضم، طب قلت كتابك يبقى مبني على الفتح، خلاص كده. طيب اسم اشاره، لو قلت مثلا كتاب هذا، رايت كتاب هذا الولد، كتاب هذا، كتاب الذي، يبقى هتقول على هذا والذي ايه؟ هذا اسم اشاره مبني في محل جر مضاف اليه،
والاسم الموصول هنقول اسم موصول مبني في محل جر ايه؟ مضاف اليه. يبقى اذا كان المضاف اليه ضمير او اسم اشاره او اسم موصول هتقول ايه؟ ها هتقول ايه؟ ها مضاف اليه. ها بس هتعرفه الاول، هتقول ضمير ولا اسم اشاره ولا اسم موصول، مش كده؟ وبعدين تقول ايه؟ مبني. بعدين تقول في محل جر مضاف اليه. واضح هذا الكلام؟ في اي اشكال في هذا الموضع؟ طيب بقي لي ان اقول لك التنوين يقطع الإضافة. التنوين يقطع يعني إذا وجدت تنوينا فلا تقل مضاف. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اوعى تقول مستقيم مضاف إليه. نعت. نعت. خلاص؟ حتى لو حطت صراط من مستقيم ما ينفعش، صراط اللي مستقيم ما ينفعش، صراط في مستقيم ما ينفعش. فينعت. طب ايه الأمارة الثانية؟ ها التنوين. التنوين يقطع. طيب التنوين نون خط ولا كتابة؟ خط. مش في الخط مش كده؟ لا طبعا. يا شباب اصحى، انت بتعرف التنوين ايش؟ نون ساكنة ها تلحق اخر الاسم ايه؟ لفظا لا خطا. يبقى التنوين ايش؟ لفظي ولا خطي؟ لفظي. ويماثله ايه في الخطي؟ النون للمثنى والنون لجمع المذكر، ولذلك تحذف عند الاضافة. يبقى التنوين يقطع الاضافة، يعني لو جاي التنوين ما فيش اضافة، لكن لو جت الاضافة تحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم. تبت يدا أبي لهب. تبت، تب فعل ماض، وتاء التأنيس حرف مبني لا محل له من الإعراب، ويدا فاعل مرفوع علامة رفعه لأنه، والنون حذفت للإضافة. واضح هذا الكلام؟ طيب إنا مرسلو الناقة. إنا مرسلو الناقة. طيب جميل. إن إعرابها إيش؟ هي أصل إن إيه يا شباب؟ ها؟ صح كده؟ طيب هذه نون ساكنة زائد نون، صح ولا لا؟ طيب وهذه نون أخرى. عندنا في علم الأصوات في اللغة العربية يقولون يكره توالي الأمثال. توالي يعني إذا جاء أكثر من اثنين من حرف واحد تواليا لابد يحذف منهم واحد، فحذفت هذه النون فأضغمت هذه النون في هذه فصارت بهذا الشكل. واضح؟ يبقى إن هذه حرف توكيد ونصب، ونا ها تعرف ايش؟ اسم ان، ومرسل خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم، والنون حذفت للاضافة. ولهذا قلت لك في اول الكلام النون التي هي التنوين لفظا تمنع الاضافة، والنون التي تماثلها خطا نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف
عند الإضافة. أما التنوين يمنع الإضافة، فإذا وجدت تنوين لا تقل بعدها أبدا هناك مضاف. قبل واحد ما بيحبوش الاثنين من أهل النحو قال له كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانية، يعني أنا وأنت عاملين زي إيه تنوين الإضافة لا نجتمعان، واضح؟ وكذلك ال خلاص يا سيدنا، ال لا تجتمع مع التنوين. يبقى التنوين حذفت، تقول حذفت ليش؟ للإضافة، لكن بشرط أن تكون هذه الإضافة إضافة معنوية وليست لفظية، وكل ما ذكرت لك هي إضافة معنوية، وما لم أذكره التي هي الإضافة اللفظية ليس هذا موضعها، لأن تفرحها طويل جدا وبابها واسع، وليس هذا يعني موضعها، يعني مش الأجرمية خالص، إن شاء الله في مستوى أكبر لأن لها يعني تقسيمات وتفرعات. لكن تعرف أن هناك إضافة معنوية وإضافة يعني إضافة من حيث اللفظ فقط يعني، ولذلك الإضافة اللفظية لا تكتسب تعريفا، لا تكتسب تعريفا، حتى لو كان النكرة أضيفت لمعرفة لا تكتسب تعريفا، لا تفصيلات إن شاء الله تأتي، لكن نحن نتكلم عن الإضافة الإيش المعنوية. تكلمنا عن الإضافة المعنوية من حيث الإعراب، معرب ومبني، إذا كان معرب إما أن يكون بالكسرة، إذا كان الإعراب بحركة، وإما أن يكون مثنى أو جمع المذكر السالم فيكون معرب بإيش مضاف وعلامة جره الياء، إذا كان مبني يبقى المضاف إليه إما ضمير أو اسم إشارة أو اسم موصول، وعندها نقول في محل، لا نقول جر، لا نقول مضاف إليه مجرور، نقول في محل جر، خلاص. في البناء نقول في محل، في المعرب نقول إليه الإعراب مباشرة، خلاص. هذا من هذه الناحية. الناحية الأولى التي ذكرناها قلنا المضاف من النكرة إلى المعرفة يفيد البيان والإيضاح، وإذا أضيفت النكرة إلى نكرة أفادت تخصيصا، هذا مهم جدا للأدلة الشرعية. لما تقول ثوب حرير وثوب جميل تشتبه عليك، قلنا إيش الإضافة على تقدير واحد من ثلاث من حروف الجر، ما هي؟ من البيانية، واللام الملكية والتي قد تفيد اختصاصا، وفي للظرفية. فتجرب ثوب، هذا ثوب جميل، هذا ثوب حرير، فتضع من وفي واللام، ما قبلها منها فهو إضافة. تقول هذا ثوب من جميل، لا، هذا ثوب لجميل، لا، ها، هذا ثوب إيش في جميل، لا، إذن هذا صفة. طيب هذا ثوب من حرير، نعم، يبقى هذه إضافة. واضح هذا الكلام؟ هذا ملخص ما ذكرنا في الإضافة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب بفضل الله عز وجل، وإلى نهاية هذا المجلس المبارك بفضل الله عز وجل، والذي كنا قد بدأنا في هذه المجالس في اليوم 24 من ربيع الآخر، وانتهينا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، وهو اليوم 22 من شهر رجب لعام 1442 من هجرة سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا من المجالس كم العدد؟ أخذنا 12 مجلسا، بدأناها من هذا التاريخ، وتخلل بين المجلس السادس والسابع دورة للصرف أخذت منا أسبوعين، وأكملنا إلى اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. عند الانتهاء أوصي نفسي وحضراتكم بالإخلاص لله عز وجل، وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأوصيكم بالإقبال على العربية، فإنها آلة العلوم ومفتاح الفهم،
ومن استعصت عليه العربية استعصت عليه العلوم الشرعية، ولا مدخل للعلوم الشريعة إلا من خلال العربية. فكل نصوص الشرع من كتاب أو سنة إنما هي بعربية فصيحة، لا يمكن لإنسان أن يتناولها إلا من خلال أن يملك العربية. ويملك العربية أقصد جميع العلوم أو جميع الفروع التي هي في داخل مسمى العربية أو تحت اسم العربية، من نحو وصرف وبلاغة وصرف وعروض وأصوات ومعاجم. لا بد أن تمتلك هذه الآلة امتلاكا جيدا. واللغة العربية مغرفة العلوم، وعلى قدر ما تتسع هذه المغرفة لك على قدر ما تنهل من علوم الشريعة، وعلى قدر ما تضيق عليك تضيق عليك علوم الشريعة، بل يضيق عليك كل نص كتب بالعربية، لأن هذه الآلة هي آلة التعامل مع كل ما كتب بالعربية من قرآن أو حديث أو شعر أو نثر. ولذلك أوصيكم بتعلم العربية على اختلاف ما تدرسون، يعني ما يدرس شريعة ويدرس غير ذلك، ما يدرس غير ذلك، الجميع يهتم بالعربية. لا يمكن لك أن تفهم علوم الشريعة فهما صحيحا، بل ما أوتي المسلم من شبهات في الغالب إلا من خلال ضعف العربية، ويمكنه بفهم العربية فهما جيدا أن يرد على كثير من الشبهات. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالصبر على طلب العلم، كما قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وهذه البضاعة التي هي العلم بضاعة الأفزاز وبضاعة الكبار وبضاعة أصحاب الهمم، فمن طلب العلا صهر وأنفق، وعلى قدر ما تنفق من نفسك ومالك وجهدك ووقتك على قدر ما تحصل، وعلى قدر ما تنال من الدرجات، ما تنال من الدرجات عند الله تبارك وتعالى، لا أقول عند الخلق، فهذا آخر هم المؤمن، وإنما أن تدرك درجتك عند الله عز وجل، هذا هو المراد الأول. وأنت لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بعلم صحيح، والعلم كما بوب البخاري قبل القول والفعل أو قبل القول والعمل. فالعلم أولا ومعه العمل، لكن لا بد أن يسبق العمل العلم. فعليكم بالاجتهاد والجد، وبفضل الله عز وجل رأينا في هذه الدورة المباركة من توفيق الله عز وجل يعني منكم صبرا، لأنه غالب المحاضرات بفضل الله عز وجل اقتربت من الساعتين وربما زادت، فوجدت منكم صبرا وإقبالا، فجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يثبتكم وأن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله عز وجل أن يجازي القائمين على هذا المكان خيرا. نخص بهم الأستاذ عمرو جزاه الله خيرا، والوالد العزيز حج يسري، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يبارك في كل مجالس العلم والقائمين عليها، ونسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا تحرمنا العلم، اللهم لا تمنعنا عنه بمانع ولا تعقنا عنه بعائق. اللهم ارزقنا خلق العلماء، اللهم ارزقنا خلق العلماء، اللهم ارزقنا التواضع، اللهم ارزقنا الصبر على العلم، اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا العمل
بهذا العلم يا رب العالمين، وأعنا على نشره تعلما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.